أنا بشوف هادي إنه من هيدول الناس. تعرف شو؟ أنت مثل ماسك الأكسجين لإلي. عن جد؟ عن جد ما بعرف، بحس بليل كأني عم بختنق. لكن قومي نمشي، خليني أخطفك قبل ما يجي خليل، بلا ما تشوفي أنت ومعصبة ومنرفزة هيك. معك حق، وأنا كمان خايفة من حالي، خليني أهرب من هون قبل ما يجي وشوفه. هاي. أهلا. دقيتي لماما بس ما كنت فاضي. في شيء بدك شيء؟ إيه أكيد ما كنت فاضي، لأنه أبصر شو كنت عم تعمل، شو كنت عم بتخطط. ما فهمت. ولا أنا عم بفهم عليك. أنت أي متى بدك تبطل تتصرف من راسك؟ شو ناوي بعد تعمل فينا؟ يا الله طلال، دغري خبرك. شو عم بخبص هيدا؟ ماما أنا ما عم شوف حليم ولا كمان عم بتشوف حليم؟ إنه ما بيكفي رحت لعند آدم وتهجمت عليه، كمان عم بتشوف حليم؟ قارين هلأ نحكي بهذا الموضوع؟ عم بقلك أنا ما عم شوف حليم ولا غيره. طيب ليلى أنا ناطرك برا. لا عادل، خليك هون. أنت مستحي لأني أنا عم بحكي معك هيك قدام المتر عادل؟ مش مستحي من حالك، لأنك عشوي كنت فوتته لخيك على الحبس من ورا جنانك وقلة مسؤوليتك؟ ظاهر كمان ما معك خبر. ليش شو صار؟ فارس ضرب آدم، فكر إنه خطف سوريا. إيه وأنا شو إلي عليه؟ رح آدم قدم شكوى بالمخفر إنه بيت الظاهر ناويين يقتلوه، وقال إذا بيصر له شي نحن منكون المذنبين، ولمن فارس ضربه تثبتت عليه التهمة، ولو ما آدم يسحب الشكوى خيا كان هلأ بالحبس. شو ماما؟ أي متى بدك تتعلم تبطل تفكر من راسك وتتصرف من دون فكر وما تحسب خطواتك لقدام؟ أنت شو ناوي بعد تعمل فينا؟ ولك شو ناوي بعد تخسرنا؟ ماما صدقيني أنا رحت حكيت معه وفهمته وقلت له ما رح يرتاح بالقصر طالما أنا موجود. بس الشيء الوحيد اللي أنت عم تعمله إنك مش عم تريحنا لإلنا.